اسمعوا لهذه القصة. كان عندنا لقاء في جدة في مكان مفتوح زي هذا المكان، وجات الرسائل. اللقاء هذا كان يوم جمعة بعد صلاة العشاء، فجات الرسائل في البلاك بيري، في الواتساب، في تويتر، في الانستغرام، في جلسة ذكر، في محاضرة، في لقاء. فجات هذه الرسالة في البلاك بيري، الشاب في المرحلة الثانوية، في سنة ثانية ثانوي أو في ثالثة ثانوي، شاب أمه تشتكي منه، أبوه يشتكي منه، هو قاعد يشتكي من حاله، يشتكي من نفسيته، مو هو مرتاح بحياته، لأن حياته كلها شهوات وملذات. فلما جاءت الرسالة على الجوال قرر قرار داخلي، أنا لازم أحضر. جاءت الرسالة متى؟ جاءت الرسالة بعد صلاة الجمعة، بأن بعد صلاة العشاء في لقاء، قرر أن يحضر. بدأ يدق على أصحابه، يا شباب من يروح معايا؟ من يوديني؟ أنا ما عندي سيارة. طبعا أصحابه كلهم أصحاب حفلات وشهوات، مو محقين مجالس ذكر، ويوم جمعة ليلة سبت ما بيتركون السهرة والفلة والونسة ويروحون يشوفون نايف الصحفي. صراحة جاء صلاة المغرب ما لقي سيارة، المكان يبعد عن بيتهم 8 كيلو أو 7 كيلو. قال في نفسه والله لأروح للمحاضرة لو مشي، لو على رجولي لأروح. والله يا أخواني هذا الشاب عمره 17 أو 18 سنة، يقول مشيت بعد صلاة المغرب صلاة العشاء، وصلت جنب المكان اللي فيه المحاضرة، صليت صلاة العشاء، انتهيت من الصلاة، يقول رحت المكان الفعالية المحاضرة الملتقى وجلست وبدأ يسمع قال الله قال الرسول. يا أخواني الله يقول من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. الإخوان والأخوات اللي حاضرين أسألكم سؤال، كم شبر بين بيتك ومكان الملتقى؟ كم ذراع بين بيتك وبين الحديقة اللي انت فيها الآن تسمع ذكر الله؟ كم باع بينك وبين مكان الملتقى وجيت؟ انت تتقرب لله شبر، الله يتقرب منك ذراع. انت تتقرب ذراع، الله سبحانه وتعالى يتقرب منك باع. انت تيجي تمشي، الله سبحانه وتعالى يأتيك هرولة. جلس هذا الشاب في المحاضرة، بعد المحاضرة يا إخواني ويا أخواتي قذف الله عز وجل في قلبه نور الإيمان والهداية. والله بعد سنتين من هدايته حج معي أنا وأخوي الشيخ منصور السنة هذه في حملة حج. والله يا إخواني أن هذا الشاب بعد سنتين من هدايته يحفظ القرآن كامل. إذا قرأ القرآن تسمع مزمار من مزامير آل داود. يقول هذا الشاب أخذت أشهر أشهر أشهر، كل ما أروح الحلقة القرآن بعد صلاة المغرب وأرجع إلى بيتنا بعد صلاة العشاء، أمي لما تشوفني راجع من المسجد راجع من الصحبة الصالحة من القرآن، أخذت أشهر كل ما تشوفني داخل عليها تبكي فرح. أمه فرحت بتغيره بهدايته. هذا فرح مين؟ فرح أمه. كيف فرح الله عز وجل بتوبته؟ فهنيئا لمن أقبل على الله. ومثل ما قلت يا شيخ منصور بإذن الله نتذكر هذا المجلس فين؟ الجنة. في دليل الله عز وجل يقول في سورة الطور وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. من هم؟ أهل الجنة، الله يجعلنا منهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين
فمن الله علينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يا أخونا أخونا محمد هذا اللي حج معانا والله يكلمنا يا أخواني يقول أنا كنت عايش وماني عايش، كنت جسد بلا روح، فعندما أتى القرآن في قلبي وعشت حياة كريمة مع الله عز وجل وتمسكت بالقرآن والسنة أصبح لي روح، أصبح صرت أحس بالحياة. والله يا إخواني أني تذكرت من كلامه قول الله عز وجل: أومن كان ميتا أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. من كلام أخويا محمد تذكرت قول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب. من كلام أخويا محمد وتغيره تذكرت قول الله عز وجل: قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.